الصحب الجميلة وأغمض نفسي أن أجلس معكم هذه الليلة في نصف وطني. المنصورة كما ذكرت من قبل على سبيل النميمة على الدكتور جهان سلام، يعني ليا فيها النصف، وبالتالي فهي نصف الوطن، النصف الجميل طبعا، النصف الوحش لكن الإنسان بيبقى في الغالب مشغول بحكم المهنة وبحكم الإحساس بالهم العام، مشغول بما يحدث على الساحة. وقد طفى في الفترة الأخيرة موج وسيل لا الذي اجتاح سد النهضة وفي الطريق إلى مصر، بل هو سيل وموج هادر يصنع في الغرب ويصدر على ألسنة بعض الناس المحسوبين علينا والذين يحملون أسماءنا مثل زيدان وغيره من الأسماء التي في الغالب تسعى إلى الشهرة، ولا نعرف عنهم إلا أنهم يقفزون على كل موجة ويقفزون من موجة لأخرى لأجل أن يظلوا في الأضواء، حتى لو كانت الأضواء هذه أضواء جهنم في هذا العالم. فالموجة هذه بتتجسد في الهدم الممنهج لحضارتنا وجذورنا الثقافية وتراثنا، وقد كانت تطفو من حين لآخر بأشكال مختلفة، متجسدة في كشف عورات المجتمع المصري، في تسخيف الشخصية العربية والمسلمة، في الهجوم على بعض اعتقاداتنا ومفاهيمنا التراثية والدينية. ولذلك شاعت إنتاجات أدبية تضرب دائما في الممنوع لدينا، فكل من يكتب في الجنس الفاضح، في المحرمات، في الممنوعات، فيما يوحي بتحلل المجتمع المصري، تتلقفه أيد خفية وأيد معلنة، لنجده فجأة حصل على جائزة كذا من إسبانيا وكذا من إيطاليا وكذا من فرنسا وكذا من بلجيكا، ويتوهم البسطاء من الناس والعاديون من الكتاب أن هذا هو الأدب وأن هذا الذي يكتب هو النموذج، ويحاولون تقليده. وعلى المدى البعيد نحن نفقد وجداننا ونبض قلوبنا المتمثل في الإبداع الأدبي، في الثقافة العربية، الثقافة العربية التي هي أقدم من الثقافة الإسلامية. إن كان هناك ثقافة إسلامية فالثقافة العربية أقدم منها بدون شك. ولذلك منظومة الهدمة هذه التي أصبحت تطلق الآن على ألسنة ضخمة جدا من خلال أصوات عالية جدا، والصوت العالي دائما هو صوت الطبل. هذه المحاولات مبكرا جرت على أيدي المستشرقين، وراحوا يسفهون منذ قرون طويلة مضت حضاراتنا هذه، ويجردونها أي الحضارة العربية من كل السمات الإنسانية، من كل السمات العظيمة التي تستبقيها وتجعلها حية في وجدان الأجيال الراهنة. فنحن كعرب وكمسلمين بصفة عامة فقدنا الأرض، وفقدنا القوة الاقتصادية، وفقدنا القوة السياسية، ولم يبقى لنا إلا قوة الوجدان، قوة الروح، قوة الإرادة الكامنة التي تمثلها مثل هذه الثقافة والحضارة. وبالتالي يضربنا الغرب ضربا مستمرا ومنتظما في هذه الجزئية، لأنه إذا مسخت ونسيت جذرك نفخوك في الهواء. هو بقى علينا نفخنا، الشجرة العربية الآن جفت غصونها وسقطت أوراقها، لكن هناك جذر في الأرض ما زال متمسكا. الجذر هذا إذا انخلع سقطت الشجرة العربية للأبد، وهذا ما يحاول أن يفعله الغرب منذ نهايات الحروب الصليبية.
لأنه كلام زيدان وغيره الذي قيل بين الإخوة من الأمازيغ في المغرب في يعني جمع من الأمازيغ كان دغدغة لمشاعر الأمازيغ، وبعض الناس يذهب إلى الأكراد ويدغدغ مشاعر الأكراد، وبعض يذهب إلى كذا ويدغدغ مشاعر كذا، كل هذا ضرب في الهوية العربية أو من أجل أن يقول إن العرب هؤلاء أجلاف ولا قيمة لهم ولا جذور لهم وأنهم مجرد مجموعة كما ذكر من سراق الإبل. سراق الإبل، سراق الإبل هؤلاء كانوا سادة للعالم، كانوا يقيمون الفلسفة من مماتها، كانوا يبنون المدن، كانوا يشرعون للعدالة الإنسانية في القرون الوسطى حينما كان إمبراطور الغرب شارل مارتل يسير حافيا، كان يسير حافيا قدميه، فتصوروا هو الحضارية التي كانت بيننا وبين هؤلاء الناس. فيأتي من يجامل هذا الغرب، أحيانا يجامل الصهاينة، أحيانا يجامل الغرب، أحيانا يجامل بعض الشرائع الإسلامية لكنها غير عربية، يجاملها أيضا على حساب العرب، وكأنه لكي أقيم أنا منزلي لابد أن أهدم منزلك المجاور، ما أنت منزلك بجوار منزلي، إقامة منزل لي لا يعني أنني لابد أن أفريك من الوجود. لا مانع من أن يكون لدينا وطن عربي واحد فيه أكراد وفيه أمازيغ وفيه جميع وفيه فينيقيون وفيه أشوريون وفيه سوريان وفي كل التقسيمات الموجودة في كل دول العالم. أما نحن فمحرم علينا هذا، يريدون أن يفتتونا، وكما ذكرت لم يبقى لنا إلا الحضارة، الثقافة، اللغة العربية، فيبدأ أو بدأ الضرب فيها. هذه الحضارة لم تكن وليدة الإسلام، لأن البعض يربط أيضا بين الإسلام وبين الحضارة العربية، كما ذكرت الحضارة العربية الأول مظبوط لم تكن في الحضارة العربية قهوة مظبوطة، طبعا ده هيفرح الناس. الحضارة العربية الناس يربطونها أو كثيرون منهم يربطون بينها وبين الإسلام، بينما الإسلام جاء رافدا من هذه الروافد، يعني صب في الحضارة العربية فعمقها وأكدها وأعاد نشر هذه الحضارة على نطاق عالمي واسع. بينما إذا عدنا لما قبل الإسلام سوف نجد دولا وحضارات عظيمة قامت على أكتاف هؤلاء العرب الذين يدعي الجاهل أو المغرض أو المدعي أو المدسوس أنهم سراق إبل وأنهم متخلفون. قامت حضارات لدى الغساسين، كانت هناك مملكة مزدهرة ونظام حكم وملك قائم وحكومة حوله ونظام إداري في دولة كاملة اسمها الغساسين، وظلت عدة قرون تمارس وجودها وتبني حضارة وتبني مدنا وتشق طرقا إلى آخر هذه البنى الحضارية الإنسانية. كانت هناك بجوار حضارة الغساسنة في الشام، كانت هناك حضارة الحميريين أيضا، وكانت مملكة مزدهرة ولديها تعاقدات واتفاقات مع بلاد الفرس ومع الحضارة الفارسية. كان هناك أصل العرب الأقحاح ومنبت العروبة الأول ويمثل حضارة عظمى من حضارات البشرية في بلاد اليمن في سبأ، وسبأ بنت أنماطا من العلم ومن الفكر ومن هندسة العمارة لم يكن يصل إليه كثير من البلدان والمدن والحضارات في ذاك الزمن. وطبعا السد مأرب كان نموذجا وتجسيدا لهذا العلم الهندسي الواسع والكبير، وكان لديها منظومة ضخمة جدا للري والزراعة والصناعة المتاحة ولتنظيم الجيوش إلى آخره. حضارة حضارة، يعني عندك ثلاث دول وممالك كبرى في ذاك الزمن البعيد قبل الإسلام بمئات السنين كانت موجودة على أيدي هؤلاء العرب، ناهيك عن وجود حضارات أخرى في العصر الوسيط وبدايات قبل العصر الحديث
فترات في عمان التي امتدت أو مدت الأثر العربي إلى بلاد أفريقيا. فإذا الطعن في هؤلاء العرب انطلاقا من جزء صغير هو اسمه الجزيرة العربية، صحراء قاحلة اللي هي بلاد نجد والحجاز، الطعن فيه بصفتهم أجلافا ولصوصا وقطاع طرق وسرات إبل، ده طعن قائم على الغرض ومدفوع بالغباء وبالجهل، لأن حتى في هذه الصحراء قال لنا فؤاد بيه، اتفضل هنا يا أستاذ فؤاد، تعالى يا أستاذ فؤاد، تعالى يا دكتور، تعالى هنا. هم متعمدين يتوهوا بالذات يا استاذ فؤاد. هذه الحضاره كما ذكرت حتى لو لم تكن جزيره العرب موجوده اللي هي صحراء العرب نجد بلاد نجد والحجاز، كانت الجنسية العربية موجودة والجنس العربي قائما والحضارة العربية قائمة حتى بدون وجود هذه الصحراء. وعلى الرغم من ذلك إذا حصرنا العرب في هذه الجزيرة الصغيرة وهذه المنطقة المحددة، إذا حصرناهم فعلينا أن ننظر إلى أن هناك حضرا في هذه الجزيرة في هذه الصحراء. كانت هناك الطائف ومكة ويثرب وغيرها من المدن، وهذه هذا حضر ناس يمارسون التجارة ولديهم بنايات شامخة ولديهم شوارع ولديهم نظم إدارية ونظم اقتصادية إلى آخر هذه الأنماط من الحضارة التي تعني أن العرب لم يكونوا أجلافا مطلقين. وهؤلاء الأجلاف انظر إلى حياتهم وحياة الصحراء في أي بقعة أخرى من بقاع الأرض ستجدهم أكثر تطورا من الناس المقيمين في صحارى وسط آسيا وفي بلاد سيبيريا وفي التجمعات الأخرى المتصحرة أو الجرداء أو قليلة البشر. ربما كان بعض هؤلاء البشر في غير جزيرة العرب ربما كانوا يعني أكثر جلافة وأكثر توحشا وأكثر همجية من هؤلاء البشر المقيمين في صحراء العرب. وعلى الرغم من ذلك أيضا لا يمكن أن ننكر أن نمطا من أنماط الحضارة البشرية العظيمة والفكر العظيم مده العرب مدا في هذه الأرض حتى تجذر فيها ونمى وتفرع وترعى، إنه الإبداع الأدبي. الإبداع لا ينتج عن همج ولا متوحشين، الإبداع بصفة عامة سواء كان موسيقى أو شعرا أو نثرا أو فنا تشكيليا أو كذا لا يخرج إلا من نفوس راقية وعقول شفافة وروح مستنيرة وكيانات منظمة. وكل هذا حدث فعلا على يد العرب من خلال ما قدموا لنا من أنماط إبداعية شتى. قدم هؤلاء العرب الشعر في الدرجة الأولى، وما الشعر إلا خلاصة الوجدان البشري، خلاصة للوجدان البشري قبل أي فن من الفنون الأخرى، لأنه الشعر فيه الموسيقى، الشعر فيه التشكيل، الشعر فيه أشكال الدراما المختلفة. فحتى الشعر الذي قدمه هؤلاء العرب ينم عن أنهم كانوا متحضرين ولم يكونوا همجا ولا عشوائيين ولا تائهين في البراري كما كان الأمر بالنسبة للعبرانيين مثلا. هؤلاء العرب يمكن أن نشير إلى أشكال أخرى من الأشكال الحضارية التي قدموها غير الشعر، مثل النثر. كان لديهم نثر يدل على حكمة عميقة اللي هو بيستخف به ولم يدرس بشكل جيد بدوافع دينية للأسف، وهو النثر الكهان أو كتابات الكهان. كان كل كاهن حكيما كبيرا، يمكن لو كان في بلاد الإغريق لسموه فيلسوف، احنا عندنا كعرب بيقولوا عليه كاهن وكاهنة،
ونشير كذلك بمناسبة الكاهنة هذه إلى أن الغالبية العظمى من الكهان كانوا ينتمون إلى جنس المرأة، جنس المرأة، والمرأة كان العرب يترددون عليها، يأخذون الحكمة منها، يفيدون من معرفها، من علمها، يقتدون بخطاها، وهذا دليل أيضاً على أن العرب كانوا متحضرين، لم يكونوا همجاً. وكل هذا الكلام نؤكد عليه في داخل الجزيرة العربية المجدبة التي لا يمكن أن يعيش فيها إنسان إلا إذا كان إنساناً قوياً ومكافحاً ومنظماً ومصراً على الحياة. فنثر الكهان هذا نمط أيضاً من أنماط الإنتاج الذي قدمه هؤلاء الناس. لدينا جنس آخر من أجناس الأدب أنتجه العرب قبل الإسلام يتمثل في القصص والحكاية. كانوا يجلسون في أسواقهم، طبعاً تكون سوق وقاص، لا في كل الأسواق، كانوا يجلسون في كل التجمعات، يجلسون في خيامهم ويحكون حكاية كثيرة جداً، يحكون عن مثلاً أسباب كتابة امرئ القيس لمعلمته، كانوا بيقعدوا بينهم من بعض يتداولوا هذه الحكاية. احنا عرفنا منين أسباب كتابة رواية معلقة امرئ القيس؟ من حكاية كان العرب يتناقلونها، ثم بعد نشاط التدوين كتبها المدونون أو المؤرخون بعد ذلك بعد الإسلام، لكن الحكاية كانت تروى وتتناقل أيام الجاهلية. كانت حكاية عن طرق ومحاولاته لكسب ود عبلة وأبي عبلة وأهل عبلة من عبس، كانت أيضا حكاية طروة. وكثير جدا مما ورد إلينا عن أسباب كتابة المعلقات كان مجرد قصص تقال، وقد تكون صادقة وقد تكون غير صحيحة، يعني لأنه قد تكون خيال. يعني لو راجعت معكم مثلا تجربة امرئ القيس في كتابة معلقته قد تجدون فيها شيئا كثيرا من الشرط. الراجل وهم يرتحلون، وكان امرئ القيس في شبابه مازال، وجد مجموعة من البنات نزلوا إلى بئر يتبردن فيه، يتبردن هو عشان لأن الجو كان حر زمان أو في الصحراء، فيقول لك مش يستحممنا مثلا، لا يتبردن فيه. فنزل البنات نزلت في البير بتتبرد بتستحمى، وكلهم سايبين ملابسهم طبعا أو ملابسهن بجوار البئر. فهو فجأة وجد غنيمة، هذا الشاب الطائش ابن الملوك، وامرؤ القيس ده ملك من نسل ملوك، وبالمناسبه في عندنا امرؤ القيس الاكبر او الكبير يمني، ووجدنا حفريات للغه العربيه الجنوبيه او العربيه القديمه موجوده على قبر امرؤ القيس الاكبر، جد امرؤ القيس الشاعر، موجوده في اليمن كحفريات، وعرفنا منها بعض تفاصيل اللغة العربية الجنوبية، اللغة القديمة مش العربية الحديثة التي نتحدث بها نحن، لأن دي اسمها الحديثة، إنما اللي قبلها كانت العربية الجنوبية التي كانت أخت السريانية والعبرية، وكانت بنت السامية مباشرة، بنت اللغة السامية مباشرة. المهم هو ملك وابن ملوك وسليل ملوك، فمرفه وجد قدامه ملابس نسائية والبير مليان بحوريات البدو أو البداوة، فراح خد اللبس كله وقعد عليه. جات البنات تخرج من البير ما لقوش لبسهم، بصوا لقوا امرؤ القيس قاعد على امرأة القيس قاعد على اللبس، فطبعا نزلوا تاني في البير قال لهم ما فيش واحدة تاخد لبسها إلا إذا خرجت بنفسها تاخده، يعني هيخرجوا واحدة واحدة كده في عرض، مش عرض أزياء، عرض لا أزياء لا مثيل له. فطبعا مصرين
انهم ياخدوا لبسهم، وهو مصر الا يعطيه الا كل واحده تيجي تستلم لبسها بنفسها ويتاملها كما يشاء له التامل. وبالتالي في الاخر نزلوا او نزلنا على رايه، وفعلا عمل البنات عملت كده، وكل واحده بقت تطلع تاخد لبسها كما ولدتها امها ويتاملها. وطبعا بيخزن كمبدع، بيخزن في داخله هذا الخيال، هذه الصور الحيه الواقعيه. بعد ذلك بقى، بعد هذه المناكفات الطويله، قالوا له احنا جيعانين، انت عطلتنا والناس تحركت واحنا جيعانين ومش عارف. فيعمل ايه؟ راح ذبح لهم الناقه بتاعته اللي هو راكبها وشواها وقعد وكلهم. فاتفرج عليهم ووكلهم اللحمه بتاعت الناقه، وبعدين جم بقى يمشوا. طب انا هركب ايه وهمشي ازاي؟ فركب ورا بنت عمه في الناقه بتاعت هي اولى بيها حاج فتحي، ما انت هتعمل كده برضه لو هناك في البير اللي جنبكم برضه نفسي. فركب الناقه بتاعت بنت عمه وهو راكب بقى، مش يركب ساكت، لا قاعد يعمل بقى الالعاب بتاعت الاتوبيسات عندنا، النقل العام دي في، طبعا انتوا عارفينها كويس يا فرج، مش كده؟ انت عارف انت. انا من اهل المنصوره مش من اهل القاهره. انا سافرت مخصوص عشان كده هناك. المهم انه واحد مؤدب شويه بيقول لك، وبدا يكتب هذه التجربه. شوف اللي انا قلته ده هو حكايه المعلقه، قال بقى الكلام ده بدا يكتبه. فطبعا ما كان من اهله وعشيرته الا انهم طردوه، لانه طبعا فضح القبيله وشهر لبنات القبيله وبحرمات القبيله، فطرد طردا عنيفا وظل هائما على وجهه ولحد ما وصلوا خبر ابوه اللي اتقتل. ف هو قاعد يشرب خمره زي ما انتم عارفين، فقال لك اليوم خمر وغدا امر. ده الحكمه او المثل او البتاع اللي بيتقال دايما، كان هو الذي قال هذه الحكمه في هذه الواقعه، وعاد ليأخذ بسائر اهله. كانت هذه قصه كنموذج من انماط الابداع الادبي في الجاهليه قبل الاسلام. ثم بعد ذلك جاء الاسلام فلم يأتي في فراغ، ولم يأتي من فراغ كما يظن البعض، لان كثير من الناس فاهمين ان كل ما كان في الجاهليه كفر وجهاله. الجهاله عندهم بمعنى، او الجهل بمعنى ليس عدم المعرفه او ليس التوحش، بل الاندفاع. بيقول لك عمرو بن كلثوم: الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليه. يعني ايه؟ انا اقول ايه؟ عندني عنده، اللي يدافعني ادافعه، اللي يهني اهينه. هذا معنى الجهل او الجهاله في العصر الذي يسمى او يوصل بهذه الوصمه، وليس معناه ان هم كانوا مجردين من العلم ومن المعرفه. استمر بعد ذلك العطاء الكثير، وقد ذكرني زميلنا الاستاذ فتحي بانه نتحدث عن الاجناس الشعريه. استمرت اجناس كثيره من الكتابه لدى العرب، معظمها كان مبثوثا في التربه الجاهليه، لكن خرج علينا بعد ذلك من اجناس الشعر الكثير. احنا بنبص دايما للشعر على انه قصيده، لا، القصيده جنس واحد من اجناس الشعر، لكن هناك اجناس اخرى بعضها عرف لدى العرب وبعضها كان مجهولا لدى هؤلاء العرب. احنا عندنا القصيده او الشعر، لما بيتقال كده يقول لك الشعر العربي، وندرسه في المدارس الشعر على انه قصيده. يتقال في الغزل، يتقال في الهجاء، يتقال في الوصف، يتقال في التشبيب، يتقال في المدح، يتقال في الى اخره. دي كلها بيسموها اغراض الشعر، وكل هذا يدخل في اطار جنس واحد من اجناس الشعر اسمه الشعر الذاتي او الشعر الغنائي. والغنائي ليس معناه المغنى، لان هناك خلط ايضا بين الشعر الذي يغنى والشعر الغنائي. الشعر الغنائي هو معظم ما كتب العرب. الغنائي مرادفها هنا الذاتي، اي ان الانسان يغني ذاته، يتحدث عن ذاته،
تقول لي طب واللي بيرسي واحد مات يبقى بيتكلم عن ذاته ازاي؟ اقول لك يتحدث عن انطباعي عن هذا الذي مات فيرثيه، يتحدث عن حبه له، عن حزني عليه الى اخره. اللي يمدح بيقول رايه في الممدوح، اللي يقدح بيقول رايه في المذموم او المهجور في حقه. وبالتالي كل هذا او معظم ما كتب العرب يسمى شعرا غنائيا او شعرا ذاتيا. هنالك مع هذا الجنس الشهير والكبير هو الشعر الذاتي او الغنائي اللي خلفه العرب، لدينا الشعر الملحمي. والملاحم الشعريه طبعا فن كبير جدا من الفنون التي لم تحظى بالرعايه لدينا كعرب، والاغريق تنسب اليهم او ينسب اليهم هذا الفن قبل غيرهم. ربما كان لدى المصريين نوع من اجناس الشعر الملحمي ربما، لكن لا نستطيع ان نجزم او نحسم، لانه غالبا عشان انا اقدر اقول ان دي ملحمه لازم تبقى مكتمل لدي بدايه ووسط ونهايه بالتقسيم الارسطي القديم. لازم يبقى فيها الصراع الجمعي، لازم يبقى فيها امم تتضارب وتتناطح، لازم يبقى فيها نوع من صراع الحضارات، لازم يبقى فيها تطور في الاحداث، لازم يبقى فيها بناء للشخوص من البساطه والتسطح الى التعمق والاختلاف، لازم يبقى فيها شخوص غير نمطيه في كثير من الاحيان زي ابطال عظماء وكبار زي ما صور هيبروس الى اخر هذا التشكيل الذي يسمى في النهايه شعرا ملحميا كجنس من اجناس الشعر. يضاف اليه بعد ذلك القصه الشعيره او الشعريه والنعت الى، لان ده برضو قد لا يفهمه البعض انه تراث عربي قديم، لا، احنا عندنا القصه الشعريه متحققه بدقه لدى عمر بن ابي ربيعه. عمر بن ابي ربيعه تقريبا كل قصايده كانت تكسر عمود الشعر. هتقول لي تكسر عمود الشعر يعني ايه؟ يعني ما بيكتب شعر تفعيلي؟ لا، عمود الشعر لا يعني التفعيل، عمود الشعر منظومه فكريه وفنيه معينه تكتب في اطار مقفى. وقد يكتب الاطار المقفى لكن ليس فيه عمودا او عمود شعري، يخلو من عمود الشعر اللي هو الاطلال والوقوف على الاطلال وتذكر الحكمه وتذكر الاموات والانتقال من كذا الى كذا الى كذا، وان يكون في بيت معين او ابيات معين تؤخذ لذاتها الى اخر هذا البناء المعروف لعمود الشعر، وليس بمعنى تقفيه في الشعر. فالمهم ان عمر بن ابي ربيعه لم يكن يلتزم بهذا العمود اللي اتهم بكسره بعد ذلك. اتهم بكسره ابو البحتري وابو تمام وبشار بن برد، كلهم دول قال لك ده كان، وابو نواس يكسر عمود الشعر، يعني مش في هذا الزمن الذي يتصوره البعض انه كتبوا تفعيلا فكسروا عمود الشعر، لا، هو كان شعر مقفى لكنه لم يكن عموديا. فعمر بن ابي ربيعه كتب هذا النمط اللي هو قصه، يقول لك انا رحت في الحج وقفت اترصد والاقي اشوف مين اللي جايين حجات، وبعدين لقيت واحده منهم عجبتني فرحت فضلت اتتبعها بعد ما لفت وطافت وعملت لحد ما وصلت الى الخيمه بتاعتها، وبعدين رحت خبطت عليها قالت لي انت مين؟ لا انا عمر. قالت له هل يخفى القمر؟ الى اخر هذا الكلام. وبعدين دخلت خيمتها قالت لي دخلت ابويا جنبي. يقول لك قصه طويله عريضه في القصيده بتاعته، ومعظم شعره كان هكذا قصه شعريه ولم يكن قصيده بالمعنى الذي اعتدناه هكذا. غير هذه الانماط من الملحمه والقصيده او الشعر الغنائي والقصه الشعريه، هنالك القصه الشعر السيره الشعريه. سيره شعريه يعني انت بتكتب بدل ما هي سيره ذاتيه بالنثر زي قصة عقل مثلا وقصة نفس زكي نجيب محمود وزي الأيام لطه حسين، دي سيرة، فن السيرة أو السيرة الذاتية، لا أنت بتكتبها شعرا. وهذا نمط أيضا قليل، يمكن اللي حاول يعمل ده الدكتور حسن فتح الباب في عمل ليه اسمه حارة المجدلي و